في الـ في الـ في الاختيارات الاغاني. كنت عندي اصدقاء مغاربه بزاف وكنت كيهمني انا نقدم عمل مغربي الفتره اللي فاتت، ولكن ما كانش نهائي قد عندي اعمال مناسبه، ما كيجوش معايا. يعني كندخل استوديو كنجرب الاغاني ولكن ما كانوش كيناسبوني. سبحان الله ربي مني كيفك هذاك النحس مره واحده. مؤخرا قل من عام، لا مش عام، من 4-5 شهور فاتت، جالسه ما كنتش في مصر اصلا، كنت مسافره، ووصلني واتساب من رقم مغربي ما عرفتوش حليت. عاده كيوصلني واتساب اغاني، ولا ما كان مع كثره الاغاني يمكن ما كنسمع عدد قليل. سبحان الله هذاك الواتساب حليته، لقيت ملحن شاب سميته شريف شادي مغربي موهوب جدا. بقيت كنسمع اغنيه ورا الثانيه اغنيه ورا الثانيه، عجبني بزاف، عرفتي، تحمست، عجبني الاغاني ديالو، حسيت انه مسني الاحساس ديالو قريب مختلف. الاغنيه كانت اغنيه دراما، ماشي وحده هو الملحن والشاعر ديال وحده اغنيه اخرى دراما ايضا غادي تنزل قريبا، عجبتني بزاف. وصلت لمصر، قبل ما نوصل للدار وانا في المطار عيطت للموزع، غادي عندي دابا الاستوديو، جا عندي استوديو في الدار. هذاك النهار سجلتها والموزع مصري مصري وحبها، قال لي انا غادي ندير ان شاء الله افا وغادي نطلعها بشكل مزيان. وفعلا شوف ربي مني كيكتب شي حاجه، كيكتب لها الوقت ديالها. يعني انا ما ساهلش على الله، ما يعني في السنين اللي فاتت اغنيه زوينه، ومني جات اغنيه مناسبه جات نفذت يمكن في اقل من 4 سوايع. والحمد لله هذه بدايه مبشره، الناس حبوها، وكنحس انها في كاين واحد الرواج كبير في المواقع التواصل، والناس وهذه فتحت لي النفس ديالي انني نبقى ننزل اغاني مغربيه باستمرار.